طيب سؤالي، هل لديك خطوات أخرى؟ يعني في ناس قالوا إن هم هيقاضوا النيويورك تايمز، هل ده ممكن؟ طبعا احنا شايفين القضية المؤكدة الآن الوحيدة في أيدينا هو عزم الفنانة يسرا على القضاء، وهي تواصلت وأنا معها مع محامين مصريين كبار دوليين بيدرسوا الآن مضمون المقال، بندرس الآن معاها مضمون الخطوات القضائية اللي هتقوم بيها ومكان رفع الدعاوى، وده أمر الحقيقة يعني هيتم في خلال فترة قصيرة جدا، احنا متضامنين معاها تماما. والإجراءات المهنية بقى تجاه نيويورك تايم سواء في نيويورك أو في لندن، سواء مع الجريدة أو مع جمعيات المتخصصة في الأداء المهني وتقييمه، إحنا بصدد إجراءها وبدأناها بالفعل، وهنتخذ كل الإجراءات المهنية والقانونية اللي بيتاحها لنا القانون المحلي والقوانين الدولية والمحلية في الدول الأخرى للحفاظ على حقوقنا. وأيضا هدف رئيسي، نحن لا نتعارف هي رأي نيويورك تايم، هي حرة في رأيها السياسي في مصر، طبعا لكن المهنية نحن لا نطلب منهم غير الالتزام بالقواعد اللي هم بيقولوا ان الصحافه الغربيه علمتها، احنا بنقول لهم نرجع نتعلمها مع بعض والمخطئ يعتذر. انا بقى طالب صح، هو ده فكره ان المخطئ يعتذر، مظبوط. فقط بشكرك شكرا جزيلا استاذ دير رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات.